السلام عليكم أينما كنتم أيها الأحبة، لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة. اليوم نتناول موضوع المخدرات. المخدرات، ظاهرة انتشار المخدرات هي من أكثر المشاكل الاجتماعية خطورة، لا شك في ذلك، ولها تأثير كبير على أي مجتمع. هذا التأثير يأتي من ناحيتي الكم والنوع دون شك. تستنفذ هذه الظاهرة طاقات الفرد والمجتمع وإمكانياتهما. تعتبر طبعا من أعقد المشاكل اللي تواجه المجتمعات والدول، لا شك في ذلك، وبدأت لهذا السبب بدأت تحتل مكان بارز من اهتمامات المجتمعات والدول، وبدأت تثير أيضا اهتمامات الرأي العام، سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد العالمي. خطورة هذه الظاهرة وين تكمن يا أيها الأحبة؟ تكمن في كونها تؤثر سلبا على الطاقة البشرية في المجتمع بصورة مباشرة وغير مباشرة، تذهب بشكل مباشر إلى أهم شريحة في المجتمع، ألا وهي شريحة الشباب التي تعد قوام بناء الدولة على كل المستويات والأصعدة. طبعا هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم. تقبل تحياتي أنا علاء فاضل، ومعي المعد الإعلامي قاسم العجرش والمخرج أحمد سلام. أيها الأحبة، كما اعتدنا، تعالوا معي لنقرأ مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول: المخدرات في العراق، الكارثة تحيق بنا. الكاتبة جدل فاضل الصحافي. المخدرات في العراق، الكارثة تحيق بنا. الإعلامية جدل فاضل الصحاف. الانحلال الأخلاقي ساهم بشكل كبير في الواقع الذي يشهده العراق حاليا، وإن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وانتشار البطالة شجعت الشباب للإقبال على تعاطي المخدرات، إضافة إلى عدم وجود عقوبات رادعة ووجود مافيات متنفذة في الدولة وراء اتساع رقعة انتشار المخدرات في العراق، فيما الحكومة غير مهتمة بمعالجة ظاهرة تعاطي المخدرات وتوفير فرص العمل للشباب وغياب الهيئات الحكومية وانتشار فوضى السلاح. والنزاعات العشائرية لم تنعكس سلبا على الحياة الاجتماعية والمعيشية فقط، بل ساهمت كذلك بانتعاش واضح في قطاع تجارة المخدرات. مرحبا بكم أيها الأحبة، وانضموا معي للترحيب بضيوف الأكارم الدكتور حيدر الدهوي. مرحبا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا. والكاتبة والإعلامية السيدة حليمة السعدي، مرحبا بكم ضيفين كريمين. دكتور حيدر، أكو أسباب كثيرة تؤدي إلى انتشار ظاهرة أو ظاهرة انتشار المخدرات، لعل من هذه الأسباب أسباب اقتصادية، أسباب اجتماعية، أسباب ربما تتعلق بضعف الوازع الديني، وكذلك أسباب سياسية. إحنا نريد نسولف اليوم بالجانب السياسي. إحنا كل الجوانب يجب أن نأخذها يعني بنظر الاعتبار. لا شك بس إحنا نريد نركز على الجانب السياسي، لأن نريد نبحث عن دور السفارة في هذا الموضوع. في العمارة. طبعا إحنا أولا، المخدرات هي شو؟ المخدرات هي أشياء بسيطة اكتشفها الإنسان لعلاج موضع معين في جسده وتعاطيها لزوال ألم. وهي كانت بداية البشرية أنه يتعاطون هذه المواد لأغراض طبية، ثم انتشرت هذه المخدرات بشكلها الحالي كسلاح تستخدمه بعض الدول لتحطيم معنويات أي شعب تغزوه، أي دولة تغزوها. يعني تكثر المخدرات بشكل كبير في إسرائيل، وتصبح إسرائيل مركز لانطلاق المخدرات في الشرق الأوسط، وتزرع هذه المخدرات بكميات كبيرة جدا في أراضيها، وخاصة في المناطق المحاذية
للضفة الغربية أو لقطاع غزة أو للمناطق التي تتواجد فيها العرب. هذا ماذا يعني؟ يعني أن هنالك دولة تساهم وتشارك تسمى بدولة المخدرات على مر التاريخ. اليوم في العصر الحديث سياسيا تصنع هذه المخدرات، حتى حدا بالولايات المتحدة الأمريكية أن تصنع هذه المخدرات نوع من المخدرات وتبيعها، ويشوفون الناس واقفين على يسرها مثل ما ناس تقف على البيض كانت عندنا قبل. هو الملاحظ بعد إذنك، الملاحظ أنت أشرت إلى الكيان الصهيوني اللي تقوم بعمليات زرع ممنهج لهذه النباتات المميتة. ما احنا تزرعها بقصد طبي او بقصد اساءة الى المنطقة اخرى، يعني اللي ايه راح تأكد لي انه ربما القضية ما خاضعة لاستخدامات طبية او كذا. يعني افغانستان حين سيطرت طالبان ب يعني ضوء اخضر امريكي ايضا انتشرت بها ظاهرة زراعة النباتات. اي لا بس احنا قلت تزرع الدول تستفيد، يعني بمعنى اخر وين ما تلقى اثر للامريكان تلقى. بس انت تحاول سياسيا ان تفتح الحدود بهذه الطريقه، ان يسمح بالاتجار بها بهذه الطريقه، وان يتناولها الانسان صغيرهم وكبيرهم. حتى في المدارس الابتدائيه بدانا نسمع ان هنالك تعاطي للمخدرات. طبعا هذا الطفل ما يعرف شنو المخدرات، ما يقدر يشتريها، ما يعرف شنو هذه شو تسبب من اثار، وانما للاساءه، ربما اعتداء جنسيا، ربما يحاولون أن يستغلون هذا الطفل في عمليات تفجير، وما يستغلون هذا الطفل في أمور أخرى خارجة عن دورة الطفولي في الحياة. ثم يستغلون الشباب وتعطيل دورهم بحجج أن هذه تعطيك فرصة أنه تدرس زين، ها تفتح قابليتك، تخليك تنسى، وهي في الواقع تعطل دماغ هذا المتعاطي. فإذا إذا كان المقصود منها كسلاح، فاليوم المنطقة كلها يعني كل الدول تشارك في تدمير دولة بجانبها، أو قد تكون عابرة للقارات أن تعبر هذه المخدرات وتصبح دول ولها يعني مثل الأخطبوط، يعني روافد وأجنحة ومؤسسات تخدم هذا المقصود منه، أنه تخريب حرب، نوع من الحروب التي تشن على شعوب بأكملها إذا كان سياسيا هذا الدور. إذا نسأل إذا كان كل هذا الهجوم علينا وكل الدول تحاول أن تدخل المخدرات إلى بيوتنا، انا اقول بيوتنا يعني لاطفالنا، احنا بنتناولها، ايش مدري نجي يوم احنا بنتناول المخدرات من لما نصل الى مرحله انه تتحطم فينا القدره على مواجهه الالم ومواجهه صعوبات الحياه، مثل ما صار في المجتمع المصري. وتشوف المصري دائما يميل الى تعاطي المخدرات هروبا من يعني ازمات الواقع ومسؤولياته داخل هذا الواقع. سياسيا دورنا احنا شنو؟ يعني انا وجنابك وجناب السيد، احنا جزء دورنا محدود، سلطنا الضوء من خلال هذا البرنامج. ولكن دور المؤسسات الحكوميه وين؟ دور رئيس الوزراء في هذا الموضوع؟ دور البرلمان في تشريع القوانين والانظمه التي تحد من انتشار المخدرات في العراق؟ نتناول بشيء من التفصيل السيده حليمه. اكو سبب الباحثين والكتاب يعدونه لعله واحد من اهم الاسباب، اللي هي غياب المؤسسات الحكوميه المعنية بموضوع مكافحة المخدرات. ما أدري يعني حكومتنا ليش هذا الغياب يعني؟ طبعاً رحب بك وبالضيف العزيز وبالجمهور المشاهدين الكرام. مثل ما تفضل الأستاذ أنه هي هذه الموضوعة المخدرات هي موضوع حديث على واقع المجتمع العراقي. يعني هو يمكن بدأ ينشط بعد 2003، كان قبل 2003 العراق كان ممر. لا التسعينات بدأت هي هذه الظاهرة، بدأت بالتسعينات. كان ممر يعني ما كان إنه يباع داخل يعني المجتمع العراقي، أو إنه ما كان أحد بالعراق يعرف هذا الأمر، وكانوا حذرين جدا من التعاطي. لكن بعد الفوضى اللي حدثت بعد 2003 إنه العراق يعني صار هاي التجار بدأوا يستسهلون عملية توزيع هذه المخدرات داخل المناطق، وتحديدا في مناطق الجنوب والغرب. يعني احنا هسه مثلا المناطق المحددة هي بغداد، محافظات الجنوب، بصرة، عمارة، ناصرية، الأنبار، مناطق الغربية. وجاي نشوف انه المؤسسات الامنيه جاي تمسك كميات كبيره يعني من المواد المخدره على شكل حبوب او كريستال. يعني هذا الامر اللي هو اخطر انواع المخدرات، اللي هو يحطم
الخلايا الدماغ، يحطم يعني يضعف الاعصاب، يخلي الانسان انه يكون اسير لهذه الماده، يعني ما يقدر يستغني عنها، يوصل ويا الحد الى حد انه ممكن يرتكب جريمه في سبيل انه يحصل على الجرعه يعني. وسجلت هذه الجرائم بالضبط. ويمكن هذا الفتره الاخيره اللي احنا بدينا نشاهد بها يعني نسمع على جرائم غريبه، يعني مثلا اب يقتل ابنه او يقتل زوجته او زوجته يعني، فهذه هي نتيجه المخدرات اللي استشرت في مناطق كثيرة من العراق. المؤسسة الأمنية يعني تعمل بما تستطيع، لكن احنا يعني لازلنا يعني كمؤسسة أمنية ضعيفة. ولا تنسى انه الفساد الإداري طال المؤسسات الأمنية، يعني ممكن أكو بعض ضعاف النفوس أنه مثلا يتعاونون مع تجار المخدرات ويمشوا لهم الأمر هذا يعني، وهي موجودة سيدة بتنا نشهد يعني أن تاجرا للمخدرات يلقى القبض عليه وبحوزته كميات كبيرة ويساق إلى السجن، وبعد أسبوع نشوفه يتمشى بالشارع. صحيح. فهذه وليس هذا فقط، وإنما قبل يعني فترة سمعنا أنه قاضي يقاوم تجار المخدرات تم استهدافه، فوين واصلين احنا لعد بموضوع انه ايش قد مسيطرين تجار المخدرات على المجتمعات الضعيفه الرخوه اللي بيها غياب المؤسسه الامنيه او انه تكون المؤسسه الامنيه مسيطره عليها، وخصوصا في مناطق الجنوب والغرب. المؤسسه الامنيه بحاجه الى تعديل، الى قوانين تشريعية يعني. نعم. البرلمان احنا عندنا قانون رقم 50 لسنة 2017. نعم. هذا القانون هو خاص بموضوعة المخدرات يعني التداول أو التعامل بها، لكن هو قانون يحتاج إلى تعديل. ليش؟ لأنه هو مو بذيك الحالة من الحزم والردع لتجار المخدرات أو من يتعامل في هذه المادة المحطمة ومخربة للشعوب والمجتمعات. طبعا أنت تحدثت مع الدكتور جناب الدكتور أنه هذا هو ورقة سياسية. أنا أقول لك أنه هي بها ورقة سياسية، ونظرية المؤامرة تشتغل بهذا الموضوع، انه امريكا وكل الدول اللي هي ما تريد العراق الخير استخدمت ورقه المخدرات. نعم. كسلاح، كنوع من الحرب الناعمه يعني. لان تعرف انت الانسان لما يفقد عقله ويفقد السيطره على نفسه انه ما يقدر الا ياخذ هذه الماده، هذا عنده استعداد يسوي اي شيء. فاذا احنا امام يعني خطر كبير يهدد العراق. أصلاً الأمم المتحدة قدمت تقرير أشارت به إلى هذا الخطر في عام 2004 يمكن. أشارت إلى أنه العراق يواجه إرهابين، هو الإرهاب المجرمية المتكفيرية والمتطرفة، وإرهاب الجريمة المنظمة والمخدرات. فإذا إحنا كدولة عراقية كمؤسسات أمنية ما انتبهوا ولا ركزوا على أهمية هذا التقرير، وعلى أنه إحنا شلون نضع خطط مستقبلية لمكافحة هذه الخطر اللي يهدد المجتمعات. بالعكس أكو تراخي، وأكو يعني ممكن إحنا هسه ما نريد ندخل كلش بالعمق، يمكن حادثة العفو الخاص لابن هذا أريد أتناوله بشكل مفصل يعني حقيقة حتى نتحدث عليه الموضوع. يا بعض الأخوة، أحد الأخوة المحللين السياسيين المرموقين في الواقع، يعني يقول أنا أتابع قرارات الأمم المتحدة والقرارات الأمريكية وأستشرف من خلال هذه المخاطر أو نوعية التهديدات التي سيواجهها العراق. ما أشرت إليه فيما يتعلق بتقرير الأمم المتحدة، السيدة حليمة الساعدي، الدكتور حيدر الدهوي، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقال آخر حمل عنوان احذروا وباء المخدرات، الكاتب الباحث في الشأن الإسلامي الشيخ محمد الربيعي. احذروا وباء المخدرات، الكاتب الشيخ محمد الربيعي. لابد من بذل كل الجهود الضرورية للتصدي لهذه الآفة
والحيلولة دون زيادة انتشارها بين أفراد المجتمع من الشباب وغيرهم، ويكون ذلك باستخدام كل الوسائل المباحة شرعا لغرس الإيمان في نفوسهم وتحبيب الدين إليهم، كذلك من خلال تنشئتهم على الأخلاق الحميدة فهي أساس الدين بعد الإيمان. فعلى المجتمع أن يستيقظ لحجم هذا الخطر الذي يحدق بفئاته، ويتصدى لكل المجرمين الذين يتاجرون بأمن وسلامة أولاده بكل حزم، وأن توضع المشاريع والخطط لمواجهة هذه الظاهرة، فإن الأموال الطائلة التي تدرها تجارة المخدرات تعمل على تغذية الفساد وتعزيز الشبكات الإجرامية، وتوجد في البلاد جوا من الخوف وعدم الاستقرار وتحد من التنمية. مرحبا بكم مرة أخرى، وأجدد الترحيب بضيوفي الأكارم. دكتور حيدر، تجار المخدرات إحنا أحيانا بنباوع على الأفلام السينمائية، مثال ذلك مثل فيلم العراب، نجد أن هذه العصابات، عصابات تجارة المخدرات، تسعى إلى إفساد المسؤولين الحكوميين وخاصة ذوي المناصب المتعلقة بحفظ الأمن ومكافحة المخدرات وما إلى ذلك. إحنا بشوية صراحة يعني إحنا وين من هاي الصورة؟ نفس الصورة يعني أنا أعتقد أكو بعض الكتاب الأعسم مثلا كتب ربط ما بين السياسة والمخدرات، وقال إحنا لماذا نتحدث عن الخارج دائما مع النظرية أنه الخارج هو الذي يأتي إلينا، لماذا نتحدث عن السياسيين في الداخل الذي يسمحون بجراعة المخدرات وحمايتها وانتشارها في البلد؟ لا نريد أن نشير يعني بإصبعنا ونقول الخلل هنا وعند هذا السياسي هنا وهناك، ما عندنا ذيك السلطة. احنا المسؤولية يعني مثل ما أقول آني، احنا مسؤولية اجتماعية. صحيح. المسؤولية السياسية والمسؤولية الأمنية للجهات المسؤولة عن هذا الموضوع. احنا عندنا أفضل قانون لمعاقبة أصحاب المتاجرين بالمخدرات، قوانين صارمة تحكم بالإعدام لكنها معطلة مركونة على الرف. أكو فساد في هذا الموضوع؟ نعم أكو فساد في هذا الموضوع. كيف يعني أنا هسه أكو نمل هنا إحنا عندنا على هذه الطاولة، ومجرد أن أضع حلوى في مكان معين يأتي النمل؟ إذا أنت تسمح لتجار المخدرات أن يلقون أرضية خصبة لتجارة هذه المخدرات، من يشجع؟ طبعا السياسي. ليش السياسي؟ لأن السياسي عنده حصانة، حينما تكون لديه حصانة فممكن تطلع وراء سيارتين ثلاثة أربعة مصفحة يعني سوداء اللون، ستائر بها غير خاضع للتفتيش وبرزها ويتمون. تدخل، أنا ما أتهم سياسي بعينه، هذا مو مشكلتي. أنا مشكلتي أقول هكذا تحدث في المجتمعات الأخرى وربما تحدث في مجتمعاتنا، ما عندنا مشكلة في هذا الموضوع. ولا كيف تنتشر هذه المخدرات؟ لو عندنا مثلا الأجهزة الأمنية المسؤولة عن هذا النائمة، لو ما عندها إمكانيات، وأنا سمعت أنهم ما عندهم إمكانيات رغم أنه داعملون وبجد واجتهاد ونطوا تضحيات واستخدموا. تقصد شنو؟ وين الإمكانيات؟ شنو يعني أنا مثلا جهاز مكافحة المخدرات مثلا، خلونا نقول كم أنصر به؟ يعني أنا لو أسألهم ما يطلعون في أعداد، لا يتجاوز أعداد أصابع. أنا يعني كمواطن لما أسمع أنه تعداد وزارة الداخلية، منتسبي وزارة الداخلية، يعني مئات الآلاف، مئات الآلاف في جوانب مختلفة، لكن هذا الجهاز يحتاج لمسؤول بالتوزيع. يعني سوف الجيش إحنا عندنا نواظر ليلية، في حين عدوك عندنا نواظر ليلية حرارية أكثر من عندك. الأجهزة في هكذا النوع يعني في كل نوع من الدوائر يجب أن تتعامل مع المخدرات كما تتعامل مع الإرهابي، لأن هذاك هذا يفجر النفس الإنسانية. ولذلك أنا حسب اطلاعي وحسب اتصالي بمدير جهاز مكافحة المخدرات مثلا المديرية، أنه ما عندهم إمكانيات، إمكانيات ضعيفة، كم ضابط قتل اليوم بدأوا يسووا. يعني أنا سمعت بعض تجار المخدرات في بعض مناطق الجنوب يستخدمون الطائرات المسيرة، نعم، في حين الدرون وغير الدرون. زين عندنا احنا عندنا في وزارة الداخلية، انتوا ليش ما تدعمون هذه الجهة وتعززون الثقة بانفس هؤلاء المقاتلين وتخلون لهم قيمة واعتبار عالي بوصفهم انه يضحون من اجل هذا المبدأ؟ انت سألت سؤال واريدك انت تجاوبنا عليه، ليش ما تدعمون هذه الجهات المعنية بمكافحة رئيس الوزراء؟ شلون يوزعون الفلوس؟ شلون يطلعون وزارة الداخلية؟ اهتماماتهم الأولية وين تنصاب؟ زين احنا بدنا نشوف عدد الأحبة من أبنائنا اللي يتعاطون مخدرات بشكل كبير جدا. العيون اللي عندي قليلة،
أصدقاء الداخلية ما عندي، أصدقاء المتابعين ما عندي. أريد هذا المصدر العلمي، رغم الورش التدريبية اللي سووها لكنه إمكانياتهم ضعيفة، حدود وثق يعني عدد أفرادهم قليل ونطوا تضحيات وربما طاردوا عوائلهم، ولذلك أصبح العمل في هذا المكان خطر. نعم بالتأكيد، يعني ما حصل في ميسان، يعني سيدة حليمة، قوة القانون بالتأكيد يعني تترسخ في تطبيقه والخوف من القانون. طيب إيه هذه شنو من دولة اللي بيها ابن المسؤول يتاجر بالمخدرات؟ أنا أريد أرجع الموضوع اللي طرحتي، تاجر بالمخدرات ويحكم بالمؤبد ويعفى بقرار من رئاسة الجمهورية، عفو خاص رئيس جمهورية ورئيس الوزراء، في حين ابن الخايبة يعني يتاجر حمد، اثنين مجرمين لا شك، بس هذا ياخذ مؤبد او اعدام وذاك بعد فتره يطلق سراحه. هو لحد الان احنا ما شفنا اعدام نفذ بتاجر مخدرات. الامر انه هذه يعني فد مؤشر كلش خطير، انه ابن مسؤول علنا وبالجرم المشهود متلبس تم القاء القبض عليه وحكم يمكن 13 سنه وبمساومه سياسيه تم افراج عنها، والعفو الخاص يعني اجى من راس الهرم. نعم. هذا اشاره خطيره لتراخي الدوله وضعفها امام هاي القضيه المهمه اللي هي تهدد السلم المجتمعي. من اقول لك السلم المجتمعي ليش؟ لانه انت اذا تلاحظ بالجنوب قبل فتره صار تراشق بالأسلحة. نعم. وصار نعم. عشائر يعني تضرب بعضها مع بعض، يعني لما رجعوا للأسباب لقوه أنه هم بيناتهم بعضهم مع بعض تجار مخدرات وصار بيناتهم خلاف. نعم. واجهوا حتى الدولة دخلت أسلحة ثقيلة، يمكن يعني وزارة الدفاع ما عندها هيك أسلحة. فلما هذا تاجر المخدرات أصبح مافيا ولديه أسلحة ولديه غطاء وظهر يعني مسؤول، يعني مثلا غطاء أمني من ناحية أنه هو رشا المسؤول ورشا الوزير ورشا وربما محمي بالسياسي معين. هو بالضبط يعني هاي الحماية السياسية اللي أنا أقصد عليها، هذه أنطتها فد قوة كبيرة جدا. نعم. يعني بحيث إلى انه شنو شجعته على انه يطور حاله ويسوي خلايا ويسوي يعني افرع واذرع ويمشي بحيل صدره مثل ما يقولون. انتقلوا من المتاجره الى الزراعه في بعض المناطق. بالضبط انا اشير لك على هالمساله، انه التقارير الدوليه تقول بانه الكريستال، ماده الكريستال كانت تستورد من خارج العراق، الان تصنع داخل العراق، تصنع مشكله كبرى تصنع زين يعني عندك زراعتها في هاي المناطق النائيه اللي الدوله غائبه عنها وما تدري بها اصلا. زين هذه مو كلها يعني مسائل يعني تهدد المجتمع العراقي وين رايحين بينا، يعني هو مو كافي اللي شفناه من 2003 ولحد الان، مشكله كبرى. يعني اذا هذه يعني امر مقصود ربما، وأنا أؤكد على أنه أؤكد على نظرية المؤامرة. ليش؟ لأن إذا تلاحظ المكانات أو المناطق اللي صارت بيها أو نشطت بيها هاي. نعم. التجارة المخدرات. نعم. هي كلها هاي المناطق اللي كانت تتحلى بالقيم والمبادئ وهي المقاومة، ومن عندها المقاومة الحقيقية للكيان الصهيوني يعني المعارضة للتطبيع، واللي بعدها متمسكة بالدين والقيم خلينا نقول هي مناطقنا الشيعية يعني. فليش اذا ليش التركيز على المناطق الشيعية؟ لا تحفظ على هاي. لا انا حكيت مساله انه تدرون انتم كركوك مركز انطلاق المخدرات في العراق. نعم. بس يعني اخر تقرير سمعته انه كركوك. نعم يتعاطون في كردستان العراقي، يتعاطون في بس مو بالحجم ولا بالكمية. هي راحت وين؟ انا عندي ارقام. نعم صحيح. انا عندي ارقام. راحت وين راحت باتجاه ان في كركوك لم تعد ظاهره، لكن في مناطق ظاهره لا مركز، لم تصل الى مستوى ما وصلت التسليط على هذا الموضوع. نعم. مقصود. نعم. التسليط. نعم. على انه انتشار المخدرات في هذه المناطق. زين. مقصود ك
كما أن هنالك بعض المؤشرات الانتحار في مناطق الجنوب، المخدرات في مناطق الجنوب، تعاطي المخدرات في الجنوب، الإلحاد في الجنوب، هذا كله حاول محافظات جنوبية خلق أزمة بأن هذه المنطقة لا تحترم، ليست لديها قيم، ليست لديها انضباط أخلاق، يعني عفوا متدخلي، ولكن مقصود في تخريب أنه هذه المنطقة لا تمتلك وازعا دينيا أخلاقيا، ولا تمتلك قيم، ولا تمتلك مكارم أخلاق. على العكس تماما، في مجتمعاتنا احنا وجدنا أن الكميات قليلة رغم الهجمة كبيرة على هذه المناطق، لكن وجدنا الأعداد في مناطق أخرى تزداد كما ونوعا. طبعا لا أنا أيده، لأنه بالأنبار يمكن ملايين طبعا، يعني كل يوم مليون حبة تاجر أو سيدة. سيدة، المعطيات تشير إلى خطر حقيقي تواجهه المناطق الوسط والجنوب. يعني جناب الدكتور، الإحصائيات اللي تقدمها وزارة الداخلية يقول 50% من الشباب العراقي يتعاطى المخدرات، وفي غضون سنوات بس قليله قادمه ستصل النسبه الى 70%. زين احنا شو عوامل تسريع هذا الانتشار؟ انتشار اكو اليوم انت تراخي، يعني لما يقول لك سنه 2040 العراق يكون شايح المياه، اقتصاده منهار، زراعه ماكو، صناعه ماكو، يعني شو يقول لك؟ يقول يا شباب العراق اطلعوا برا، دولكم غير مكان، او في العراق ان لقمه سائغه في حين الخير في العراق. هذا من اللي يصدر الشباب؟ خطاب الجهات المعادية الأخرى اللي بتريد العراق الخير، دي العراق دائما الجهات المعادية اللي تريدها. أول دولة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، جيد، هي صاحبة القرار في أن يبقى العراق على ما هو عليه دون حراك، ويبقى قائدة، يعني أنا أحكي بصراحة، يبقون تبع للسياسة الخارجية. وحينما يكون القائد تبع للسياسة الخارجية اقرأ على الدولة السلام. أنت اليوم بالداخل إذا التربية منهارة، يعني اذا نحكي على اعداد عندنا اليوم ايش دلقنا غير القراءه والكتاب وغيرها، وش تعال شوف العنف المدرسي شلون صاير والتنمر داخل المدارس مالتنا، واصبح الامتحان عباره عن فد سيف كانما خليه على رقبه الطالب. ايش دلنا على غير القراءه والكتاب اكو غيرها؟ خلينا حولنا مدارسنا الى مصانع للانتاج وقضينا على الفقر ولقينا له وسائل عيش لهذا الطفل حتى يكبر. اليوم بس تجيب لك طفل بيعرف يسوي سويتش كهرباء، صار اليوم بالجامعه ما يعرف يسويها. يعني اليوم انت اليوم يعني اي حرب في حرب ناعمه اخرى. يعني اليوم احنا ما عندنا كهرباء، احنا ايش صار من الاحتلال الامريكي وانتهى الاحتلال وبدت الحكومه الوطنيه العراقيه، ومنذ وجود الحكومه العراقيه يمكن من 2014 لحد اليوم، مو احنا ذا قود اليوم. لماذا قراراتنا مؤجله ومعطله؟ ولان الغذاء مالتنا معطل، ولان الماء مالتنا معطل. وزير يطلع وزير تركي يقول والله العراقيين طلبوا من عندي انه انا اوقف ضخ المياه الى العراق، تطلع الوثيقه مو هيك شيء المقصود من عنده، كان في ازمه مر العراق خاف من الفيضان طلب من عندهم هذا الموقف. ويطلع التصريح. اذا نحن عندنا تضارب في كل شيء، ما عندنا فد حدود بدنا نشتغل عليها. اي رئيس وزراء يجي يروح يصارع سياسيا على مود الكرسي، مدى ننتبه الى هذه الظواهر التي تستجري في المجتمع، ومدى نعرف انه احنا هل هذه الاجهزه الموجوده الامنيه قادره على حمايه مواطنينها؟ وزاره التربيه قادره على ان تبني بناء اخلاقيا قيميا لتلاميذنا، بحيث انه هم يخبرون عن ذول المخدرات في داخل المدارس؟ لانه تعاطي المخدرات اخواني احبائي مرات ياتي من شخص اخر اكبر سنا، حتى يستغل هذا. ما يعرف هذا الطفل شنو هذه المخدرات، خليها مع العصير، خليها مع الحلوى، خليها مع مكان اخر. انت رايح باتجاه ان مربط القضيه كلها يتعلق بالقياده السياسيه وقراراتها، يجب ان تتخذ القرارات المناسبه اذا المشكلات الحقيقيه بتجاوبها. بعد اذنك للبارت القادم ايها الاحبه، تعالوا لنقرا مقطع من مقالنا الاخير الذي حمل عنوان قرع ناقوس الخطر، المخدرات تفتك بالعراقيين، الكاتبة رواء الجبوري. قرع ناقوس الخطر، المخدرات تفتك بالعراقيين، الكاتبة رواء الجبوري. على الصعيد الإنساني، فقد هدم الاحتلال البنية التحتية للثروة الأساسية للمجتمع، وهي الشباب، الذي أصبح بلا هدف ولا قرار ولا حتى مستقبل مع الأسف. إننا نعزو أسباب انتشار ظاهرة المخدرات الدخيلة على مجتمعنا أولاً إلى نسبة البطالة الكارثية بين الشباب وعدم وجود فرص عمل من جميع النواحي،
فمن الطبيعي أن تكون تلك الفئة أرضا خصبة للإدمان، وهذا هو ما يجب أن تتحمله الحكومة في ظل صناعة الأزمات. وأيضا أصبح الآن العراق من ضمن قائمة المصدرين والمهربين وليس فقط من المستهلكين للمخدرات. مرحبا بكم أيها الأحبة، وانضموا معي لتجديد الترحيب بضيوف الأكارم الدكتور حيدر الدهوي والسيدة حليمة السعدي. مرحبا بكم ضيفين كريمين. سيدة حليمة، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ العقل، هذه لعله من أبرز ما تدعو إليه الشريعة. فتكون قضية تعاطي المخدرات وإدمانها حرام بلا أدنى شك. هل أدت المؤسسة الدينية ورجالاتها الدور المطلوب منها فيما يتعلق بهذا المشكلة الكبير؟ وإحنا دائما نرجع على المؤسسة الدينية ونحملها المسؤولية. إحنا مريد نحمل. لا أنا ما أقصد جنابك، ما أقصد جنابك. لا أريد شخص. بالضبط أريد شخص. هل أدت ما عليها أزاء مشكل بهذا الحجم؟ المشكلة هذه مشكلة تعاطي المخدرات، ما تتحملها فقط المؤسسة الدينية. لا شك. زين. مسؤولية تضامنية. هي يعني مسؤولية ما بين الأسرة والمجتمع. تضامنية. الأسرة اللي هي الأب والأم والأقارب هذا. المجتمع يتقسم إلى ثلاثة، اللي هو المؤسسة الدينية والمؤسسة التربوية والمؤسسة الأمنية. فأنا ما أحمل المؤسسة الدينية مسؤولية شو اسمه وأترك بقية المؤسسات. هي يعني تضامنية مثل ما تفضلت، والكل يتعاضد مع بعض لإيجاد حلول. البيت هو المسؤول الأول للنشأ، يعني لما الأم والأب يعني ينشئون جيل محصن من هاي المخاطر وهاي السموم. ولا تنسى احنا يعني هاي ظاهرة الموبايل والمسائل اللي قاعد تأثر بأولادنا، كثير من العوائل تركوا التربية للموبايل، يعني ما يركز على ابنه من عمره 3 سنوات وعارف الموبايل بيده. والله انا قاعد اشوف ظواهر عند الأطفال، يعني مال واحد عمره 18 سنة وهو طفل. فيعني الأهل يعني تقريبا تراخوا بموضوع التربية. ما أقصد كل الأهل وكل الأسر، وإنما يعني صارت ظاهرة. يعني المؤسسة الأمنية أيضا فيها نوع من أنواع التراخي، يعني كان لازم إحنا يعني وزاراتنا مؤسساتنا الأمنية تولي هاي القضية أهمية كبيرة وتخصص لها جهاز خاص، جهاز شلون جهاز المخابرات، جهاز مكافحة المخدرات. بس الدعمة إذا موجود، الدعمة الدعمة من ناحية التدريب، من ناحية الأجهزة، من ناحية المتابعات. يعني الدكتور أشار إلى أنه بعض تجار المخدرات يمتلكون طائرات الدرون، في حين أن الدائرة المدنية بمكافحة المخدرات لا تمتلك هذا النوع من المؤسسة التربوية. أيضا إحنا المدارس إحنا يعني بدأت مثل ما تفضل الدكتور بداية الحديث، أنا تسألت عن دور المؤسسة الدينية داخل المدرسة. وين دور أنا تسألت عن دور المؤسسة الدينية باعتبارها قادرة على أن تلعب دورا محوري. جايتك أنا على دور المؤسسة الدينية. يمكن المؤسسة الدينية يعني ومو هذا تحيز، وإنما يعني الحق يقال. يمكن المؤسسة الدينية هي المؤسسة الوحيدة اللي أنطت الحق أو أنطت المساحة الأوسع والاهتمام الأكبر لهذا الموضوع. يعني إحنا جاي نشوف المنابر، وجاي نشوف النشرات، وجاي نشوف الكتب، وجاي نشوف المحاضرات والتوجيه الديني، كل ده يشير إلى أنه حافظوا على دينكم، حافظوا على أبنائكم، حافظوا على أنفسكم. كل ما يذهب العقل فهو حرام. الله خلق العقل وقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، والله ما خلقت خلقا خيرا منك، بك أو عاقب وبك أثب. إذا أنت يعني لو سمحتم حتى بس أكمل لك، يعني إذا أنت هذا العقل اللي الله العقل اللي الله بيعاقب وبيثيب، هو يروح المخدرات تذهب بالعقل. سيدة حليمة السعدي، هو السؤال الأهم. نعم. يعني هو ممارسة المؤسسة الدينية دورها ينحصر في المحاضرة، ليش ما تبادر الى مثلا برامج اخرى؟ لا برامج اخرى يعني كثير من البرامج موجوده. انا سؤالي تحكي عن سؤال مهم. نعم انا اريد اسال، المؤسسه الدينيه لها دور بالدستور؟
أكيد. مرجعية خارج الدستور أخي. لا محترمة. لا محترمة بس خارج الدستور. لا لا يعني اسمحي لي. إحنا عندنا مجموعة مرجعيات. المرجعية الدينية على رأسها المرجعية الأولى الحاكمة بالنسبة للمجتمع الإسلامي. صحيح. وعندنا المرجعية العشائرية وعندنا مرجعية الدستور. نعم. أيهما أعلى؟ مرجعية الدستور. لأن أعام. بالدستور أكل مرجعية دينية لها دور نعطيها كمؤسسة أنت الدور ما أكو. أبداً. نعم. أصلاً ما لها دور. وهذا يعني يرفع عنها المسؤولية. يرفع عنها المسؤولية. أنت معناها بررت يعني. لا لا خلاص شيلك يرفع عنها المسؤولية. عندك المرجعية العشائرية هم أكو بالدستور. ما عندنا. محترمة محترمة بس خارج الدستور شنو عندنا المرجعية؟ قانونية قانون قانون دستور أنت اليوم مؤسسات الدولة مسؤولة دكتور إذا نحكي على المرجعية الدينية أخويا ونعطيها مجال ودور بالدستور حتى تصبح مرجعية ضابطة للنسق القيمي في داخل المجتمع العراقي كل صحيح بس أما ترجع لها أنت لما ينهار المجتمع تنهار مؤسساته بالرشوة والفساد المالي والإداري احنا سبب سؤال عن المرجعية اجعل المرجعية الدينية لا 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 الموضوع يعني بعد إذنك ما يتعلق بالمرجعية الدينية احنا ما سألنا بشكل مباشر عن لا بس خلي أقعد عن شغل للمرجعية الدينية أو للمؤسسة الدينية رجالات خلي أخدمك بهذا الموضوع نعم أشرت إلى أنهم مارسوا دورا ولعلهم هم الأكبر الدور الأكبر اللي مارسته مارسة رجال فتحة ومصحات المؤسسة الدينية فتحة ومصحات لمعالجة المدمنين فتحة ومصحات إرشادية خل أقول لك شغلة الآن انتبهت الدولة إلى أهم بعد ما انكثرت عمليات الانتحار بسبب المخدرات والجريمة وهذه الآن انتبهت لأنهم عندهم جيش معطل من خريجين علم النفس فأشارت إلى أنه خلي نفتح لهم تعيين مركزي ونحن نتأمل أنه هذا الجيل أو هذا الجيش من الخريجين يؤدون دورهم بشكل صحيح ويعني يتعاملون مع القضية بشكل جاد ويعني يكونون نوع من أنواع الحلول يعني أنا هذا رحبت بهذا الأمر يعني خريجين علم نفس خطيه شنو دور يشتغل اداري هذا شغلته انه هو يوجه يعني يرشد ارشادي فوزاره الصحه يعني حسب ما عرفت من وسائل الاعلام انه وافق الوزير على تعيينهم بشكل اتمنى انه يسرع في عمليه هي المشكله يعني مو طارئه مثل بعد اذنك يعني مو طارئه مثل ما حصل في ما يتعلق بكورونا مثلا القضيه قرع جرس الإنذار يعني مبكراً للآن للآن لا توجد بنى تحتية لاستيعاب المتعاطين بغية معالجتهم ماكو مشكلة كبرى يعني الحكومات المتعاقبة يخاف هذا من المطاردة نعم يعني حزينا سبقا هذا المطاردة مع أنه المفروض يطمن ويعالج إنسان مريض ويضطر إلى المخدرات بطريقة غير شرعية تاجر المخدرات يمسك بمنفذ من منافذ العراقية الإيرانية وبحوزته 100 أو 200 حبة تخرج كثير من الفضائيات أو بعضها وتطبل الليل نهار ويلقى القبض على تاجر مخدرات في الأنبار وبحوزته ملايين الحبات 10 ملايين حبة ويغض الطرف عنها هذا اللي يدفعنا إلى أن نتساءل هل أن الموضوع سياسي الموضوع سياسي وإلا ليش يعني واحد ينتحر وأنا قبل قليل قلت إذا واحد ينتحر في جنوب العراق قال لك هو من العراق هذا الفساد الإداري موجود في كربلاء في النجف في محافظات جنوب العراق وها شوفوا يعني كذا هذا سياسة تقوم بها دول بعينها تريد أن تجعل من هذه الحكومة التي تسمى بمسمى معين أنه تتعاون مع دولة غير مطبعة وأنه هذه الدولة عاصية على الدولة الأولى في العالم وما منصاع إلى إيرادات المجتمع ما يسمى الدوني أنا اللي أسميه اللي يحاول أنه ما تدخل في قضية إلا وحطم البلد يعني تحطم في ليبيا تحطم في العراق في لبنان في اليمن في مناطق أخرى وين ما يروح ينشر الفساد والرذيلة وينشر المخدرات وشوف تنهار تلك الدول بشكل كبير جدا أنا ما أريد أدافع عن أي دولة الكل يدفع باتجاه أن العراق يتعاطى مخدرات شمال العراق جنوب العراق دول بعينها وبالأرقام أنطيك بالأرقام نسبة يعني إحنا عندنا إحصائيات كبيرة جدا إيش قد يدخل من فلان دولة وإيش قد يدخل من هاي الدولة لكن هذا الجانب إذا دخلت من جانب معين يتهم هذا الجانب لأنه هذا مقصود أنه يتهم حتى لو صار حريق بموزمبيق يقول لك فلان سواه
مو احنا يقول هذه مشكله. انا ما اريد اسمي مشكلة حتى لا اكون مدافع عن دوله، هي الدوله تدافع عن نفسها، ولكن انا اقول هذه قضايا سياسيه تسقيط. محاوله تسقيط والتاثير على الراي العام بشكل كبير جدا. لكن المهم الاكبر والخطيره هو انه يجب ان نلتفت احنا كاسر ونبدا الاسر. انا مشفت لحد الان المدارس دقت الباب على مجموعه من الاسر، وهذا دورها انه تعال تفضل يا مدارسكم عن المخدرات وتاثير المخدرات يعني داخل المدارس. نعم نعم نعم. المؤسسه التربويه كارثه، ابناؤنا شبابنا اطفالنا في خطر، اصدقاء مكافحه المخدرات من الاطفال وابدا بالمتوسطه والبسهم ملابس حلوه مثل ما اليوم تقوم برامج كبرى اجتماعيه. غياب المرشد الاجتماعي بداخل المدرسه موجود لكنه غير مفعول، لكنه غير فاعل. الادارات تضغط عليه تعطيه غير ماده مع محاربه الوزاره، يعني يا محاربه الوزاره حتى تعطيهم دورهم وغرفتهم، لكن مع الاسف اكو فساد. احنا قلنا كل مكان اكو فساد. اني هذه حتى اشير دوله بعينها، لا المخدرات تدخل من كل الحدود العراقيه، من شماله الى جنوبه، من شرقه الى بغض النظر عن تلك المخدرات من اين تاتي. السؤال اللي يطرح نفسه، هذه الوزارات المعنيه اللي مثلا هي العدل، الداخليه، ها واعلامك مراتي شهر بعد اذنك، يعني المؤسسه الاعلاميه سواء كانت حكوميه او غير حكوميه، ليش معطله؟ ليش ما تمارس دورها اللي يجب ان تمارسه ازاء خطر كارثي؟ ايضا منظمات المجتمع المدني للوطن هسه بصرف النظر ولا للوطن، لك ولا للوطن ولا للجيب ولا للحزب السياسي. اكو مشكله تهدد ابنائنا، كل واحد ما مسؤول عنها. انا وزير عندي 4 سنوات، اكمل شغلي، اخذ الكوميشن مالتي، ابني بيت في كذا، اشتري لي في مدري سعفه مدري شنو، هاي مدري اهمهم نسيناها النزال ايش يصيرون، وعندهم قصور برا خارج ايش وقت ما جوازه موجود ومع السلامه. هاي اذا مؤصل يا حس وطني يشتغل بالمخدرات حتى يدعم جنابك الكريم ده. اذا هسه تعبر نهر دجله ها نعم تمشي مشي. نعم لو كان حس وطني عند الوزراء المختصين في هذا الموضوع ورئيس الوزراء واطلع فوق الجسر وتباعد بلابد، ليش ما عندي مي؟ اسال اديز فريق عمل الى تركيا مباشره. وخلي كذلك المخدرات اذا الاراء تنتشر بهذا الشكل الكبير جدا. دكتور خلي اسالك، استثمر الوقت لانه باقي فقط وقت دقائق بسيطه. يعني سيده حليمه الساعدي، اكو ظاهره انتشرت كوفيهات في غايه الاناقه تستقبل الشباب، وكوفيهات خاصه بالنساء يعني مشكله كبيره. الكاتبه تقول انتشار الكوفيهات او ما يسمى بالكوفي شوب وروادها النساء قبل الشباب، والفتيات اليانعات في مقتبل العمر يتناولون الاراجيل والدخان التي يدسون فيها مواد مخدره لاحظيا حتى اصبحوا مدمنون دون شعور. تقرع ناقوس الخطر على بالضبط بناتنا النوب. هو طبعا انت اشرت الى نقطه كلش، او الكاتبه اشارت الى نقطه انتشرت المخدرات عن طريق الارجيله عن طريق الارجيله بالبدايه، كانوا ما ادري شلون يضيفوها الى يعني مواد معينه، وهي اكثر شيء انتشرت يعني بالبدايه بالكوفيهات عن طريق الاراجيل. وهاي الاراجيل شلون، قصدي هاي الكوفيهات شلون تسحب الشباب خصوصا المراهقين؟ تسحبهم عن طريق تقديم فد اساليب مثل اخلي اوظف نساء بالكوفيهات. طبعا المؤسسه الامنيه لاحقت هاي الظاهره، واضح لاحقتهم، وانا شفت انه يدخلون عليهم على شكل كبسات، واصلا من ضمن التقارير هي المؤسسه الامنيه انه 17,000 شخص يعني من ضمن اللي هم تهمهم هي تعاطي او الاتجار بالمخدرات. 17,000 رقم كبير جدا يعني بمجتمع مثل مجتمعنا، احنا المفروض يكون مجتمع محافظ وعنده وازع ديني. فيعني هاي مساله الكوفيهات ايضا يراد انه تركز عليها المؤسسه الامنيه. لا انت بس ركزي الضوء على استهداف النساء، يعني بناتنا انه البنات مو هو شنو اقول لك، انه احنا العراق واجهنا حرب من كل انواع حرب اخلاقيه، حرب اقتصاديه، حرب سياسيه، حرب حتى حرب المياه مثل ما تفضل. نعم صحيح، كل انواع. صحيح، فمن صحيح. ضمن الحروب اللي قاعد يواجهها العراقيه ضرب الهويه الثقافيه، ضرب القيم والمبادئ اللي هي عمود فقري لهذا المجتمع. احنا كبلد
يعني محافظين على قيمنا وعلى مبادئنا ومميزين بهاي الخصلة. فإنه أني أخلي وين أضرباني؟ أضرب المجتمع. شلون أضربه؟ أضرب المرأة. المرأة هي عمود المجتمع. هي إذا ضربت المرأة ضرب المجتمع بالكامل. تمام. فهي دائما المرأة مستهدفة. حليمة يعني الساعدي، الدكتور حيدر الدهوي، أنتم أيضا أيها الأحبة بودي أن أقرأ الخاتمة التي كتبها السيد قاسم العجش مقدم البرنامج. يقول: ما دام الوضع بهذه الصورة القاتمة فلا يمكن مكافحة المخدرات ولا حماية المجتمع منها ولا هم يحزنون. أتعرفون لماذا؟ ببساطة لأن بعض الساسة ومسؤولين حكوميين ورجال أمن في مواقع مهمة هم أكبر تجار للمخدرات في العراق، والموزعين الناقلين قريبون منهم وفي حمايتهم. فدعونا نوفر جهد محاربتها ونكتفي بنصيحة معارفنا، والسلام.